الحرب بين مصر وإثيوبيا قادم. بيان من مسؤول مصري ننشر لحضراتكم التفاصيل. وإثيوبيا تكذب وتهاجم الإعلام المصري بعد نشر تسريب صوتي خطير لأبي أحمد. وضربة كبرى من الداخلية المصرية ننشر لحضراتكم التفاصيل. ودار الإفتاء المصرية تهاجم جماعة الإخوان الإرهابية ننشر لحضراتكم أيضا بالتفاصيل. وخطير وخبر مؤسف عن حالة الفنانة دلال عبد العزيز. واجتماع عاجل بين وزير الدفاع المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي ننشر لكم كل التفاصيل في الفيديو. صلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلكم فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ في تفاصيل أول خبر معانا، والحرب بين مصر وإثيوبيا قادمة. بيان من مسؤول مصري ننشر الآن لحضراتكم التفاصيل. اعتبر وزير الخارجية المصري الأسبق السفير نبيل فهمي أن صداما وصفه بالحتمي سيقع بين مصر وإثيوبيا بسبب أزمة سد النهضة، أعرب عن قلق البالغ مما آلت إليه الأوضاع. وقال في تصريحات لبرنامج الجمعة في مصر على شاشة NBC مصر إن أزمة سد النهضة تكمن في أن التفاوض على مدار الفترات الماضية ظل على أساس محاولة فرض رأي على حساب آخر. وأضاف إن إثيوبيا تحاول أن تقرر مصير مرور مياه عبر نهر ويعبر الحدود تجاه دول أخرى، بمعنى أن إثيوبيا تريد أن تتحكم في مياه نهر النيل وتريد أن تتحكم في الكمية الواصلة لمصر والسودان. حذر فهمي من تبعات هذه السياسة التي تحاول ترسيخها إثيوبيا والتي وصفها بشديدة الخطورة. أشار إلى أن قبول هذا المبدأ خلال المرحلة الراهنة يعني أنه سيطبق في حالات أخرى بما يخلق صداما حتميا. المصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة. ويلا نخش على الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر في غاية الأهمية. وإثيوبيا تكذب وتهاجم الإعلام المصري بعد نشر تسريب صوتي خطير لأبي أحمد. هاجمت إثيوبيا عبر وكالتها الرسمية الإعلام المصري بعد نشر تسجيل صوتي منسوب لرئيس الوزراء أبي أحمد يقول فيه إنه يفضل الموت على تسليم السلطة، وذلك تزامنا مع قرب موعد الانتخابات. قالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن وسائل إعلام مصرية وعلى وجه الخصوص الأهرام أونلاين قد تورطت في التضليل الإعلامي بنشر الخبر قبل التحقق من مصداقيته. ونقلت الوكالة عن مراقبين قولهم إن موقع أهرام أونلاين كان يريد خلق حالة من عدم الاستقرار في إثيوبيا بهدف تحقيق أجندتها الخفية التي تروج لها السلطات في مصر والمتمثلة في عدم التفاهم بشأن سد النهضة الإثيوبي. وأشارت البيان الصادر عن الحزب الحاكم فيما يخص التسريب قالت إنه مفبرك، كما أكدت أن المنافذ الإعلامية العاملة في إثيوبيا قد تحققت من المقاطع الصوتية الأصلية المختلفة من الأرشيف، والصوت الذي نشرته هيئة إعلامية كيلو ميديا هو تلفيق كامل تم تجميعه معا من خطابات مختلفة أدلى بها أبي أحمد في أحداث منفصلة. وكان موقع الأهرام أونلاين الناطق باللغة الإنجليزية قد ذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أو كما قال اللواء محمود خلف أبي أحمق، قال في تسريب صوتي إنه لن يتنازل عن السلطة لمدة 10 سنوات قادمة ولا توجد قوة تستطيع انتزاعها منه، وإن وجدت سيواجهها بحزم، وإنه يفضل الموت على تسليم السلطة. يعني كلام زي ده حسب الخبراء ليس مفبرك، حسب الخبراء طبعا مش الإثيوبيين، لأن الإثيوبيين هينكروا لأن ده يعني تسريب خطير جدا. فإذا يعني تسريب صوتي زي ده يهدد السلم والأمن في الداخل الإثيوبي، وطبعا يهدد أبي أحمد لأن لما شعبه يفهم إن التسريب ده يعني حقيقي ما ينفعش
أن يتم التلاعب به. يعني هقول لحضراتكم حاجة، لو حضراتكم سمعتوا التسريب الصوتي، لو قالك إن التسريب الصوتي ده متاخد من محادثات أو من اجتماعات مختلفة، هيكون يعني اللي مفبرك هذا الأمر هيكون واضح جدا حتى تقطيع الكلام، إنما كان كلامه واضح وصريح بطريقة مباشرة، وهيبقى من الصعب أو من المستحيل إن يتم فبركة مثل هذا التسريب الصوتي. هذه وجهة نظري، ويعني أنا عندي خبرة في مجال المونتاج، أنا شايف إن ده سليم 100%، وكلام الخبراء أيضا يعني بيقول إن هذا التسريب الصوتي سليم جدا. أبي أحمد بيهدد شعبه بأنه هيبيده لو وقف قدامه. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر، وضربة كبرى من الداخلية المصرية، وأحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر محاولة عصابة نسائية لتهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش عبر محور قناة السويس، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمات. ووردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ، قيام إحدى السيدات بمحاولة تهريب كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر وإخفائها داخل سيارتها حال عبور نفق الشهيد أحمد حمدي من الجهة الشرقية. وتم ضبط المتهمة المذكورة وبصحبتها سيدتان إحداهما لها معلومات جنائية. وبتفتيش السيارة عثر على جوهر الحشيش المخدر بوزن حوالي 21 كيلوغرام و600 جرام تقريبا، مخبأة داخل مخزن سري بالسيارة، ومبلغ مالي وثلاث هواتف محمولة. مصدر معانا كان من بوابة أخبار اليوم. تحية كبيرة وطيبة لوزارة الداخلية المصرية وللجيش المصري. ننتقل لخبر آخر معانا، ودار الإفتاء المصرية تهاجم جماعة الإخوان الإرهابية. أكد مفتي الديار المصري شوقي علام إن جماعة الإخوان خالفت العديد من القواعد الشرعية المتفق عليها، حيث قدمت مصلحتها الفردية والذاتية على مصلحة مصر العليا. وقال في لقاء الأسبوعي ببرنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، إن الإخوان يروجون أنهم على منهج الدعوة المحمدية، وهذا كذب وبهتان. وقد عرضنا مرارا وتكرارا شهادات علماء الأزهر الشريف على مر العصور التي تحرم الانضمام إلى هذه الجماعة، فضلا عن شهادات العديد من القيادات الإخوانية التي انفصلت عنهم. وأضاف هناك العديد من الانحرافات الفكرية للجماعة، ومنها فكرة الاستعلاء واحتكار الحقيقة أو ادعاء المظلومية، وكذلك الترويج لغياب شريعة الإسلام. وردا على دعاوي الإخوان تجاهه والتي تروج بأنه يملى عليه الفتاوى والآراء الفكرية، قال: لم يحدث ولن يحدث، لأن القيادة السياسية لا تحتاج لذلك، وأيضا لأن المفتي يدرك تلقائيا الأمن الفكري، فرؤيته تتوافق مع الرؤية العامة للدولة. وأوضح أنه عند قياس كلام المتطرفين على كلام العلماء، نجد أن الهدف من كلامهم ليس الدين، وإنما الوصول إلى أغراض خبيثة، فهم يفتقدون إلى المنهجية المنضبطة التي هي منهج العلماء الأفاضل الذين كانوا حصنا للأمة الإسلامية في كافة العلوم. وشدد مفتي الديار على ضرورة التصدي للفكر المتطرف. نريد أن نقي شبابنا ونحميه مما يقرؤونه ويسمعونه من هذه المجموعات الإرهابية كالإخوان وداعش وغيرها على موقع التواصل الاجتماعي وغيره. واختتم حواره مؤكدا أن جماعة الإخوان تعمل وتحرص منذ ظهورها على إيجاد وتكوين هالة من القداسة على جملة من الأشخاص، وفي المقابل التقزيم والحط من شخصيات وعلماء بارعين في مختلف المجالات. المصدر معنا كان من بوابة الأهرام المصرية، وهذا كان بيانا هاما من مفتي الديار المصرية شوقي علام تجاه أهل الشر جماعة الإخوان الإرهابية، يعني أو كما قال الرئيس السيسي عليهم أهل الشر. انتقل لخبر آخر وخطير وخبر مؤسف عن الفنانة دلال عبد العزيز. وكشف الفنان المصري عمرو سعد خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج يحدث في مصر المذاع عبر قناة ام بي سي مصر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز المصابة بالوباء. وقال عمرو سعد انه يتواصل مع الاعلامي رامي رضوان
والفنان حسن الرداد للإطمئنان على الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز خلال فترة علاجها الحالية بالمستشفى من الوباء. وأضاف سعد: تربطني علاقة عاطفية مع الفنانة دلال عبد العزيز، خاصة بعد مسلسل ملوك الجدعنة، وحدثت معايشة وبحس إنها قريبة مني جدا كأنها أمي، ولو شفتها هقول لها قومي وروحي البيت، لكن حالتها حرجة شوية. المصدر معانا كان من صدى البلد المصرية. نتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل للفنانة الكبيرة والجميلة دلال عبد العزيز. ننتقل لخبر آخر، واجتماع عاجل بين وزير الدفاع المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت الفريق أول محمد زكي قائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. هذا كان مختصر الخبر. حبيت يعني أنقل لحضراتكم الأخبار بالمصادر، يعني كل أخباري بمصادرها، مفيش كلام بجيبه من عندي أو يعني بقول كلام حد كتبه من دماغه. كلامي موثق بمصادر محلية موثوق منها زي جريدة أخبار اليوم أو الأهرام أونلاين أو RT. هذه جريدة عالمية موثوق منها. وأترك لحضراتكم التعليق، ولو في أي تعليق من حضراتكم على القناة أو المحتوى أحب أسمع من حضراتكم، يعني تعليقات حضراتكم. جينا لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى تكون نشرة بسيطة وخفيفة على قلب حضراتكم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. كان معكم العبد الله الفقير إسلام الأمير، وكورولوس المسؤول عن الإعداد، وأبانوب المسؤول عن المونتاج. تحية كبيرة وطيبة ليهم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.